اللباس الامازيغي كان في الافتتاح، كان في الاول قدمت به تقديم الاول، لانه بطبيعه الحال ما يمكنش يكون حفل امازيغي من غير اللباس الامازيغي، ولكن كان ملي كنبغيو نرتاحو كنرجعو عاوتاني للتقليد، كنرجعو للقبطان المغربي. وراه اللبسه الامازيغيه بداتها مغربيه والقبطان بداته مغربي، يعني ما غاديش نستغناو عليهم جوج. بطبيعه الحال واحد النسبه غتكون هي الواعره، لانه نسبه المشاهده راه ما تهلاش، يعني باش تكون واحد بطبيعه الحال. انا بالنسبه لي الا طلعت طوندونس يعني نجاح، يعني ناجحه. وكاينين اغاني اللي ممكن انها تعجب الناس ولكن كتعجب النخبه، مي انا كنعتبر الطوندونس هو اللي كيبين باللي الاغنيه نجحت. انا في نظري انا بطبيعه الحال غادي يكونوا اضرار، لانه الشباب الصاعد اصلا، وكتكون ديما الراب اصلا الجمهور ديالو كيكون صغير على الاغلب على ما لاحظت انايا، وهذا الشيء كيضر. يعني خاصنا نراعيو الجيل اللي طالع، ما خاصناش نسمعوهم هضره اللي هي بحال كنقول لهم نتوما خاصكم تكونوا هكا، خاصكم توليو تدويو هكا. نو، خاص يكون شويه نرجعو شي شويه ملي كنحطوا اغنيه، واخا كنكلاشي واخا نبغيو نوصلوا بها اي حاجه، نحترموا الهضره، لانه ديجا حنا المغاربه ما معروفش علينا بحال هكاك، وما خاصش يكون علينا بحال هكاك. وثاني حاجه انه كما قلت الراب كيستقطب داك الجمهور اللي هو طالع، يعني هو خطير جدا. من غير مثلا تكون اغنيه مثلا ديال شي فنان، مثلا شي اغنيه ثقيله مغربيه، يقدر ما يتصنتش ليها، يعني ما يتصنتش ليها دري داك لاج، يعني 14 عام 15 عام. مي الراب كيستهدف هذيك الفئه، ويعني انا كنشوف انه خطوره، وكنتمنى انه الناس اللي كيديروا الراب انهم يراجعوا هذه النقطه هذه ويحيدوها غير على قبل وليداتنا. حنا الناس الشلوح الامازيغ العموم، يعني حنا ملي كنحتفلوا بالسنه براس السنه كيخصنا في الصباح ما نوضوش نخدموا، كما كنشوفوا راه يعني كنسهروا حتى الصباح، عندنا احواش، عندنا راب، عندنا فرق موسيقيه اللي كنبغيو نشطوا معاهم، عندنا فنانه كثر اللي كنبغيو نشطوا معاهم، يعني حنا بزاف كنميلوا للموسيقى. واش ممكنش مثلا اخويا نكون انا سهرانه نكون سهرانه مع هاد الفرق كلها ونوض في الصباح نخدم، يعني من واحد النقطه. ومن حاجه اخرى انه باش نتشاركوا كاملين واحد العيد اللي كيتحتفل به في الخفاء، وهو زوين، يعني كما كنشوفوا الجمهور جا حضر ونشطنا كاملين، يعني بلا ما نحيدوا هاد الحاجه الزوينه بغيناها سيتو. ان شاء الله كاين جديد فيلم تلفازي غادي يدوز في رمضان ان شاء الله، عندي فيه حضور تقريبا نقول لاول مره غادي يكون عندي حضور في الفيلم بالدارجه من غير الافلام الامازيغيه بطبيعه الحال. وكنتمنى انه ما نكونش ثقيله على الجمهور وكنتمنى ربي يوفقني في هذا التوجه هذا بالدارجه ان شاء الله. غادي يكون جديد عاوتاني في ما هو غنائي ان شاء الله، مي مازال ما عرفش، يعني الموسيقى ماشي بحال الفيلم، يعني كتاخذ واحد الوقت، يعني من جلاس يعني بزاف نقسم بالكلمات الالحان وكل شيء، يعني كل ما كيلزم الاغنيه من تسجيل من كل شيء. وان شاء الله ملي غادي، ولكن ما غاديش تعطل، انا ديجا انا تعطلت على الجمهور، يعني خاصني ضروري يكون عندي شي حاجه قريبه ان شاء الله. جمهور سلطانه، انا من اشد المعجبين بسلطانه كنتبعها، واكيد كيف ما كنحبها غادي يكون جمهور فيه حبه، واكيد غادي يكون جمهور زوين. وتسناوني ان شاء الله، وتبعوني ان شاء الله على سلطانه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.